السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم ميني كيك بيضه وحده وخمسة الملاعق ديال الدقيق. زوين بزاف وكيجي خفيف، وغادي نزينوه بواحد الكناش عادي اللي مول فكان ندير انا، كيعجبني بزاف وكيكون في المتناول. في المقادير هنا كما شفتوا عندي بيضه وحده، عندي 4 كاس ديال العنبه ديال الزيت، ونص كاس العنبه ديال الحليب، نص كاس العنبه ديال السكر سنيده، عندي 7.5 غرام ديال الفاني، و8 غرام خميره الحلويات، وغادي نحتاج 5 المعالق ديال الدقيق، وواحد معلقه صغيره ديال الخل اللي كيخص بالطبخ. غادي نخدموا البيض مع الفاني والسكر سنيده، نص كاس العنبه ديال السكر، دابا غادي نضيف 4 كاس العنبه ديال الزيت، وغادي نضيف نص كاس العنبه ديال الحليب، كما شفتوا هنا وضعت 8 غرام خميره الحلويات و5 ديال المعالق كبارين ديال الدقيق. صافي كما شفتوا هذا هو القوام ديالو. بالنسبه للبنات الا خفتوا يجيكم المعلقة عندكم شويه صغر من ديالي او ما عرفتوش العبار ديالهم، غادي تعبروا 125 غرام ديال الدقيق، يعني كاس العنبه عامر وغتزيدوا الربع ديالو. دابا غادي نضيف هذه المعلقه صغيره ديال الخل او معلقه صغيره ديال العصير الحامض اللي عندكم توفر. دابا غادي ناخذوا هاد الليمون هادو اللي فيهم هاد الحفيره الوسط، دهنتهم بالزبده ورشيتهم بالدقيق، وغادي نبداو نملؤوهم بهذا الخليط، ما غنعمرهمش بزاف لان ما كيتنفخوا. الا بغيتو ديروها يعني في مول واحد ديروها، غير هما هكا كيجيو هكا فرديين، كيجيو زوينين هكا. الا بغيتو تعطيو هكا لوليداتكم كيبقاو فرديين زوينين. صافي بعد ما ملئناهم دابا غندخلهم على 180 درجه يطيبوا ان شاء الله ونرجع لكم. صافي البنات هنا بعد ما طابوا لنا كما شفتوا غنخليهم شويه يبردوا عاد نفكوهم من المول ديالهم، وندوز معكم ديك الساعه باش نزينهم بالمربى والكوك. صافي البنات هنا بعد ما فكيتهم كتخليهم حتى كيبردوا شويه عاد فكوهم باش ما يتهرسوا لكمش، او كتوضعوهم في واحد تاخذوا واحد مثلا واحد الاناء كديروا فيه شويه الماء وكتوضعوهم فوق منه يعني بالحديدات ديالهم باش كيبردوا دغيا وعاد تفكوهم. دابا غادي ندهنهم شويه ديال المربى وغادي ندوز عليهم الكوك، وعاد ديك الساعه نوجدوا داك الكناش اللي غندير الوسط، كيجيو هشاشين صراحه. داكشي كنقول لكم خليهم تيبردوا عاد يمكن لكم تزولوهم باش ما يتهزلكمش. صافي غادي ندوزوهم هكا في هاد جوز الهند، عاد توضعوه في شي زلافه باش كي يعني كي يتلبسوا كاملين بداك الكوك بهذا الشكل هذا. بالنسبه للكناش غادي نستعمل 80 غرام ديال الشوكولاته السوداء و80 غرام ديال كريم ديسير ديال الشوكولا، اي ماركه عندكم. غادي نخلطهم. صافي دابا غادي نعمر هاد الحفر هادو بهاد الكناش اللي صوبنا. فوالا البنات كان هذا هو الشكل النهائي ديال الميني كيك ديالنا، زينتهم بداك الكناش وداك الشيج اللي كيبقى لنا شويه في الزلافه درتو في بلاستيكه ودوزتو هكا خطوط. بالنسبه للعدد ديال الحبات كيجيو 8 في هذا القياس، انا درت 6 في هذا، درت 6 هكا في هذا الشكل هكا ديال البول العجين، ودرت جوج بهذا الشكل الاخر غنوريه لكم، ودرت جوج بهذا الشكل هذا ديال دوك الليمون ديال لي كيش، حتى هما يمكن لكم تعمروا بهم حتى هما كيجيو زوينين، فكيبقى لكم الاختيار على حسب الشكل اللي بغيتو نتوما وعلى حسب المول اللي عندكم متوفر. فالعدد كيجيو 8 ديال القطع بهذا الحجم، كيجيو زوينين بزاف صراحه، وديك المعلقه ديال الخل كتعطيهم واحد الخفه. نوريكم كيفاش كيجي. كما شفتوا البنات قسمتها لكم على جوج، ضروري ديك الكناش ديروها في الثلاجه حتى كتشد راسها. انا دابا مع التصوير
غير بغيت نوريكم باش نسد الفيديو. ها نتوما نوريكم الهشاشه ديال الكيكه. الكيكه كتجي هشيشه بزاف وكتجي لذيذه، واخا المقادير يعني بساط راه كتجي خفيفه بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، ونشوفكم فيديو جديد. بسلامه.